ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية، كل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق لكم كل امنياتكم يا رب العالمين. عايزة اعمل الليلة لوك للعيد، هو ما بس لعيد رمضان. بالنسبة لي انا برضو عيد ميلادي يوم 24/5 وكده، حيكون بالنسبة لي في عيدين يعني. فطبعا من العيد بنكون مظبطين الشعرات ولابسين جلابية جميلة كده، احنا في البيت وستات وبتاع، ولا لبسة كده ظريفة، فبنكون دايرين نعمل لوك. انا في رأيي يكون زي ما يكون بسيط، يكون جلامر، يكون اي حاجة. ما انتي في عيد وحابة تحتفلي، يعني تحتفلي بالطريقة اللي بتحبي. انا بالنسبة لي عايزة اعيد بحاجة حلوة شديد، انا عجباني خالص الميركوري باليت، حابة اعمل بها لوك. هحاول الخطوات تكون بسيطة، وهحاول انها الفيديو يكون اسرع شوية من الفيديوهات التانية. في ناس كتيرين بيدخلوا لي بيقولوا لي الفيديوهات طويلة خالص، في نفس الوقت في ناس تانية بيدخلوا لي بيقولوا لي لا، احنا دايرين فيديو يكون الخطوات واضحة ومفصلة عشان نقدر نتابع معاك. هحاول اجمع بين الاثنين المرة دي ان شاء الله في المونتاج. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ.
وده نهاية اللوك، أتمنى يكون عجبكم. لوك بسيط صباحي، ينفع فيه حبة جليتري كده، لكن ألوانه جميلة وصباحية، ما فيه لا ما فيه أيلاينر، ما فيه كحل، بس ألوانه حلوة ولذيذة وبرو برو كده وشايني. أتمنى يكون اللوك عجبكم، وأتمنى يا رب تقدروا يكون بالنسبة لكم سهل تقدروا تطبقوه. وأنا عجبني خالص 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 خالص، عشان استعملت فيه الباليت بتاعت هدى بيوتي والمنتجات بتاعت هدى. حاسة بيفرق، ما عارفة انتوا شايفينه ولا لا، لكن حاسة فعلا بيفرق في شكل بشرتي. كل سنة وانتوا طيبين، وأتمنى لكم عيد فطر سعيد يا رب العالمين بين أهلكم وأحبابكم وأولادكم وبناتكم وكل كل 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 الفاميلي يا رب العالمين، تكونوا في أتم الصحة. وتاني أتمنى يكون اللوك عجبكم، يكون سهل تقدروا تطبقوه. عيد سعيد عليكم، وإذا عجبكم اللوك وعجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، وتدوسوا على علامة الجرس عشان يجيكم نوتيفيكيشن كل ما ينزل لي فيديو جديد. وأتمنى إن شاء الله إن شاء الله ألاقيكم في فيديو تاني. باي.